نعم، مباحثات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع السراج اليوم تكتسب أهمية كبيرة نظرا لتطورات الأوضاع على الساحة الليبية. قصر الإليزيه قال في بيان له أن هذه المباحثات تمثل فرصة لبحث الوضع الأمني والعسكري، خصوصا بشأن العملية العسكرية التي أطلقها المشير خليفة حفتر في طرابلس. مصادر فرنسية ذكرت أيضا بأن باريس سوف ترى في حال كان السراج يحمل أي مبادرات أو أي اقتراحات جديدة بشأن وضع حد للنزاع والصراع القائم في البلاد. أيضا باريس تريد من خلال هذا اللقاء أن تنفي عن نفسها التهمة التي ألصقت بها خلال الأسابيع الماضية بأنها مؤيدة للعملية العسكرية التي شنها المشير خليفة حفتر في طرابلس. قصر الإليزيه قال في بيان له بأن اتهام باريس بأنها تقف ضد حكومة الوفاق وبأنها مؤيدة لحفتر هي اتهامات جائرة وغير مقبولة على الإطلاق، وبأن باريس أكدت مراراً بأنها تدعم حكومة فايز السراج وبأنها اعترضت على العملية العسكرية التي قام بها المشير خليفة حفتر. أيضاً شدد قصر الإليزيه على أن السراج رجل سياسي براغماتي يمكننا التعامل معه، ولكن يوجد في محيط السراج أشخاص راديكاليون لا يمكن يعتبرون بأن التصويب على الخارج هو الأفضل بالنسبة لهم، وهم يستهدفون أيضا الدور الفرنسي من أجل حل الأزمة الليبية. بشكل عام فرنسا تريد أن تثبت اليوم أن تقول اليوم لجميع الأطراف بأنها تتحاور وتتصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل إيجاد نعم. حل لهذا الصراع القائم في البلاد، وتشدد كثيرا على الحل السياسي وتقول بأن الحل العسكري لا يمكن أن يكون مخرجا للأزمة التي تعاني منها البلاد. أحمد كيلاني مراسل الغد من باريس، شكرا لك.